الجيزة. طيب أنا أستأذنك، أنا هنا في حدائق الأهرام في البوابة التانية شارع البستان، فأستأذنك يا ريت لو تقدر تيجي سريع، يعني يعني حتى لو تركب صاروخ طيارة أي حاجة تلاقيها قدام. هو قدامه قد إيه؟ قدامك ساعة. طب هننتظر، هننتظر مفيش مشاكل. ميرسي جدا. ماشي ساعة، ما تأخرش يا أستاذ محمد يا يحيى. لو النبي الله يخليك سريع عشان ال 500 ما تضيعش علينا. لا مش هتضيع ولا حاجة إن شاء الله. شكرا لك. حضرتك نورتنا وشرفتنا، أهلا بيك ومرحب بيك. وإن شاء الله طبعا يا الجيزة طبعا هتعمل بيها إيه؟ الجيزة الكبيرة دي. والله يعني هفسح بيها أولادي. إيه؟ هفسح بيها أولادي. فيها أستاذ مين؟ مين معايا؟ الحمد لله، الحمد لله. بس يا أخد نفس. اخد نفس. ازيك يا احمد؟ انا مش احمد. حضرتك مين؟ ازيك يا خالد؟ معلش من فرحتي، من فرحتي. حضرتك مين برضه؟ معاك فرح. حضرتك مين؟ حضرتك مين؟ الدكتور محمد. مين؟ محمد. مين دكتور محمد؟ مين؟ محمد. ايه يا خالد مش عارفنا ولا ايه؟ مين دكتور محمد؟ والله انا صاحبك يا عم. لا مش صاحبي، انت مش صاحبي. دكتور محمد يحيى؟ لا مش هو. ازاي مش انا؟ لا مش انت. لا احمد في لا مش انت. مش انا ايه؟ اعزائي المتواصل اللي مش انا التاني وصل. انا دكتور محمد يا سيدي. مش انت يا عم الجايزه يا عم، ما تخسرش صاحبك يعني. لا مش انت يا محمد. كل ده عشان كام؟ مش انت عشان 500 ولا 1000 جنيه؟ لا مين انت اصلا؟ مين مين انا؟ مين انت؟ بص لي يا انت محمد يحيى. انا مش محمد يحيى. انا مش محمد يحيى. يا باشا مش محمد يحيى. يا باشا مش محمد يحيى. اسمه ايه سوا انتوا الاثنين؟ يا باشا مش محمد يحيى. يا باشا عشان الفلوس تتهرب من صاحبك يعني. يا باشا مش هو. لا مش هو يا باشا. انت يا باشا مش هو. انت نص هو النص. انت نص هو النص. يا باشا فلوس يا عم. انت نص هو. هو معلش يا باشا استنى بس قبل فين بس حبيبي يا باشا. الف الف مبروك يا جماعه والناس مبسوطه بالجائزه طبعا. يا باشا الف الف مبروك طبعا للمتسابقين وطبعا خدوا ال 500 جنيه طبعا بعد الجواب على السؤال. يا باشا مش الف مبروك يا باشا. مش انت يا باشا. مش هو مبروك بقى. يا باشا مش هو. اعتبر هو صاحبك وحبيبك يا باشا. مش هو رب العالمين. مبروك ده بس معانا بالظروف. نص اديله نص يا رب. انت عارف بالظروف. الظروف ايه يا عم؟ انا مش عارف الظروف ايه يا رب. مش هحكي له حاجه يا يحيى. انا مش هحكي له حاجه يا محمد يحيى عشان انت كرمتني يا رب. طب اديله انت. انا كرم هو. اسمعني هو يا باشا. انت هتتبرم بيتبرم من صاحبه عشان الفلوس. يا باشا مش هو. الماده بتزعل الناس. يا عم ربنا يخليك. الماده بتزعل الناس. يا باشا يا دكتور يا دكتور عندهم كده استاذ مجود. يا عم فلوس. عندهم يا عم فلوس ايه؟ يا باشا هو. يا باشا انا داخل على ايام مبروك و1000 الف مبروك. يا باشا انت تعبتني. يا باشا مش هو. طب هو غير محمد يحيى الدكتور. يا باشا مشارك بوليه. مش مشارك بوليه. شرفتنا يا دكتور. شرفتنا يا دكتور. مشارك بوليه. مبروك الجايزه. يا باشا مبروك الجايزه. يا باشا الف مبروك الجايزه. محمود اهو. الف مبروك الجايزه. خد اضحك كركا. السؤال الاول هسأله لك طبعا. انت ليك في الرياضه طبعا صح؟ محمد صلاح بيلعب فين؟ في ليفربول. مظبوط. طبعا معانا مثلا النجم ميسي بيلعب فين؟ في برشلونه. في برشلونه. لا ده انت رياضي بقى. لا طبعا نورت الدنيا. طب دلوقتي هتتصل دلوقتي بيه عشان اجي اخد جايزته بقى. اشوف اجيب بقى مين بقى اللي عندك بقى. هتجيب بقى مين؟ هتصل بابا علي صاحبي. ده صاحبك؟ اه. اخوك مش موجود يعني ولا ايه؟ اخويا مسافر. لا مش طيب ماشي. هات صاحبك برضه. صاحبك برضه يبقى ماشي. ايوه ابو علي انت فين؟ في الهرم؟ طب انا ماشي حاليا الهرم في شارع الياسمين في برنامج كسبت فيه 500 جنيه. طب قدامك وقت قد ايه؟ نص ساعة؟ طب خلاص ماشي. احنا نسنود ده نص ساعة. ولو ساعة ننتظره. خلاص ماشي. السلام عليكم. بلاك يجب السلام ان شاء الله. ماشي. اللي قول لي حضرتك بتشتغل ايه بقى؟ انا؟ بتاع فراخ؟ اه. طبعا الفراخ بقت غالية دلوقتي والمكسب بسم الله ما شاء الله دلوقتي ده الرز يعني. لا غالية. طيب خلاص. يا ربنا يوفقك كده و حضرتك مين؟ حضرتك انت اللي هتدي له جايزه؟ انا هدي له جايزه. انا ابو علي. ابو علي. ابو علي والله. صح. ازيك يا حوده؟ عامل ايه؟ مش ابو علي. مش ابو علي. لا ايه؟ مش ابو علي. لا ايه ده؟ انا ما اعرفكش. لا انت مش ابو علي. لا ايه البجاحه اللي فيك دي؟ لا مش ابو علي انت. لا ده صاحبك؟ لا مش صاحبي. لا كل ده عشان 500 جنيه؟ لا لا انت ده صاحبك. انا جاله. لا لا انت مش صاحبي. ايه فلوس تغير البني ادم كده؟ لا لا انت مش صاحبي. لا والله انا تعالى ايه؟ لا مش صاحبي. لا مش صاحبك. ازاي ما اتاخرش اصلا؟ ما كملش دقيقتين وجاي. لسه مكلمني في التليفون وقلت له انا في الهرم. ازاي صاحبي؟ يا عمي انا اعرف. انا لسه قايل ان انا في الهرم. ده لسه في التليفون. لا لا هتتبرى من صاحبك عشان الفلوس. حتى لو قلت له قول يا جازر هتلاقيني في وشك. راجل عيب. عيب. قلت له قول يا جازر هتلاقيني في وشك. راجل محترم يعني.
ال 500 جنيه وانت صاحبه. لا 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 لا، الف الف مبروك، هو صاحبه كسب ال 500 جنيه. الف الف مبروك. انت مش صاحب. لا اوعى بقى صاحبك بقى زيرو دماء. قول هو قدامك اهو. لا سلام، اشمدك واشكرك يا رب. الف الف مبروك، استجبت لدعائي. 500 جنيه مش هينفع. لا استجبت لدعائي صاحبي حبيب اخويا. لا حبيبي لا، الاصحاب اتقابلوا مع بعض النهارده في مكسب ال 500 جنيه. الف الف مبروك. 100 جنيه طلع مني يا رب عشان تعرف ان انا انجع منه. لا لا انا عشان انجع منه، انا انجع منك هديك 100 جنيه. لا 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 250 يا ريس. 250 صاحبي بقى وهو واخد عليا وانا واخد عليك. اشكرك واحمدك يا رب، اشكرك واحمدك. لا مش صاحبي. لا بتعمل ايه ليه كده؟ لا لا انت مش صاحبي. لا 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 انت مش صاحبي. انا مش صاحبي. انا مش صاحبي. انا مش صاحبي. مين اعتبرك؟ ما اعرفكش. ما عم اقف بقى. لا ما اعرفكش. اضحك كركر. مساء الخير، في حلقه جديده من برنامج جزيرتك لمين؟ معانا متسابق قابلناه في الشارع. حضرتك اسمك ايه؟ احمد محمد. اهلا بيك وشرفتنا. بص يا احمد، هنسالك سؤالين جاوبت عليهم ليك 500 جنيه. بس المشكله في ال 500 جنيه ان انت لا تاخدهم، لازم تتصل باخوك بصاحبك بحد قريبك يجي هو اللي ياخدها معاك، عشان الجائزه دي لازم تتقسم معاك انت النص هو النص. ماشي. محمد صلاح بيلعب فين؟ ليفربول طبعا. نقول صح كده مظبوط. طب والنجم العالمي ميسي بيلعب فين برضه؟ برشلونه. برشلونه كده صح. كده مبروك عليك الجائزه. فانت لازم دلوقتي تتصل باي حد لو قلت لك عليه اخوك صاحبك قريبك يجي دلوقتي بياخد ال 500 جنيه. 500 جنيه و1000 الف 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 مبروك. 500 جنيه الف الف مبروك. انت وهو يا محمود. والله انا دلوقتي دخلت مسابقه فكسبت جايزه 500 جنيه، وطبعا عايزك تيجي تستلم معايا الجايزه. انا حاليا دلوقتي في حدائق الاهرام عند فرقه زمان. انت فين دلوقتي؟ شارع الهرم. طب بسرعه بالله عليك بس عشان الجائزة بمطروح عليها. ماشي يا محمود. ما تتأخرش يا محمود، جايزك في انتظارك. جايزك في انتظارك. انت مين يا عم؟ يا لهوي على شارع الهرم وزحمته. الحمد لله انا جيت في الوقت المناسب. انت مين يا عم؟ لحظة يا استاذ، لحظة حضرتك مين؟ انا محمود. محمود محمود مين يا عم؟ محمد مين؟ انت اخويا يا عم. اخوك؟ اخوي بس. والله؟ لا بس ابن ابوي. انا انت اللي كسبت جايزه معاه. ربنا مش واحده بس ابونا واحد. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ عشان امك بتجرى امي يعني ولا ايه؟ عشان الفلوس يا جماعه. عشان امك بتجرى امي. لا يا باشا كل ده عشان 500 جنيه يا عماده. كل ده عشان 500 جنيه. الف الف مبروك. تتنكر من محمود ومحمد كسبوا 500 جنيه. مش محمود ده يا باشا. محمود ومحمد. مش محمود ده يا باشا. اشكرك اشكرك ان انت رجعت صله الرحم اللي بيني وبين اخويا. يا عم الرحم طب اجي انا عارف شنطه اما اقول لك انت 250 و250 انت 250 و250 يا استاذ امي عشان كده مش عايز يقسم معايا عشان فلوس. ايه مش انت محمود يا عم؟ انا ما اعرفكش. بص لي كويس يا عم. مش انت حرام عليك كده. انت مش لسه مكلمني؟ لا مش انت. مش انت لسه مكلمني في التليفون؟ انا ما كلمتش. ايه ايه انا محمود اخوك. اه لسه مكلمك فعلا. سيد عبدالله. هو عارف منين؟ هو عارف منين اللي لسه مكلمك؟ محمد حبيبي حبيبي محمد حبيب محمد. هم اتنين. الف مبروك الف مبروك. انت اخويا التاني. اضحك كركر. السؤال الاول، محمد صلاح بيلعب فين؟ ليفربول. 100 100 يا عم. السؤال الثاني، ميسي بيلعب فين؟ برشلونه. برشلونه؟ لا ده انت مين؟ انت رياضي بقى. لا ما يغركش الجلابيه. انت رياضي بقى بالظبط. لا يا عم الجلابيه احسن. حبيبي يا باشا الله يكرمك. كل عام وانت طيب ومنور. طيب هتتصل بمين دلوقتي اللي هيتقسم معاك الجايزه؟ اخوي طبعا. هات اخوك على دماغنا ينور. وساكن فين وشغال ايه يا اخوي؟ هو ساكن في العتبة. طيب اتصل بيا اتصل بيا. وحاليا الاستاذ محمد بيتصل باخوه ساكن في العتبة عشان ياخد الجايزه ويسمها معاه. يا حاج يا باشا تعالى لي كده في شارع الياسمين عشان ربنا كرمنا وكسبنا 500 جنيه في البرنامج. اه ما يقول لازم تاخدها انت واخوك. لا تعالى في العتبة في المتر بعد السريع. تعال رمايه واركب تاني. بقول لك في العتبة قدامها ساعة الا ربع نص ساعة. ننتظره لو ساعة وربع ماشي. ساعتين هننتظره. ماشي خالص كده على السريع. ماشي. ما تتأخرش يا ريس. يا حماده ما تتاخرش، جايزتك في انتظارك. 500 يا عم خالص. انت شغال ايه بقى؟ انا شغال هنا حارس عقار. حارس عقار يعني في المكان هنا؟ اه. تاخد كام؟ بتاع 2000 جنيه. يا حاجه. اه ده يوقف. ده يوقف.
ازاي صحتك؟ عامل ايه؟ ربنا يخليك. محمود اخو محمد، محمود الطاير. لحقت تاجي؟ اه اهلا وسهلا والف الف مبروك يا محمود اخوك. لا ده مش اخويا، الف 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 مبروك اخويا والله. الف الف مبروك. الجايزه كلها بالجلابيه زي كده. انت جننت في دماغك ولا ايه؟ محمود، محمود محمود الطاير يا عم. لا لا مش هو. ممكن اسالك سؤال؟ قال نص ساعه. الجايزه هتعمل بايه؟ نعم الجايزه هتعمل بايه؟ الجايزه كام؟ 500 جنيه. الف مبروك. انا واخويا يا عم. استنى يا حبيبي، انا واخويا يا حبيبي. انت هم انا اللي بصرف عليه. ما تبعش ده معلش يا عم. انت عارف ايه يا عم؟ ده معلش. ايه محمد ومحمود؟ ايه كده يا عم؟ محمود كسب 500 جنيه. ايه يا جدع؟ احنا مش اخويا. احنا ولاد بطن. هو سمعك وانت بتقول. هو ايه الحياه دي؟ احنا ولاد بطن. هو سمعك وانت بتقول. فين امي سيره الرحمه؟ يا عم بلا سيره الرحمه. يا عم بلا الدعم يا عم. عيب كده يا عم. ما تقولش اوعى عيب. 500 جنيه بتاعتي. انت مش اخويا. اخويا قدام نص ساعه وهيجي. طب ايه؟ نص ساعه وهيجي. ما انا محمود الطاير. هو ايه الحياه دي ازاي؟ يعني سؤال ازاي؟ يعني كل واحد هو كده. 250 جنيه يا ريس. يعني انا 250 وهو 250. يا باشا انت بتاعتي انا. يعني انا 450 وهو 50. لا 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 250 اخويا حبيبي. اخويا تاني. اخويا تاني. اخويا تاني. انا اخوك. انا اخوك. يا عم دعوه. انا اخوك. 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 انا سلام كبير قوي عشان خاطر محمد اخوك وصاحبته وناسه. يعني محمد يعني اضحك كركر.